العالم كله اتفاجئ النهاردة بقصة محاولة اغتيال ترامب. محاولة اغتيال ترامب جت عن طريق ان في احد الشباب الامريكي، هذا الشاب يدعى ماتيو كروكس، يبلغ من العمر 20 سنة، قرر ان هو يطلق على النار على ترامب في حشد انتخابي في بنسلفانيا. الشاب الامريكي البالغ من العمر 20 سنة اطلق 8 رصاصات على الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، واصابوا اصابات بالغه في الاذن. ده بيعكس حاجتين، الحاجه الاولانيه ان هو كان عازم النيه على ان هو يقضي على ترامب، والدليل انه اطلق 8 رصاصات. والنقطه الاخرى اللي بيثيرها هذا الحادث او اللي بيؤكدها هذا الحادث انه هذا الشاب غير محترف، يعني كان عنده الدوافع بس ما كانش عنده الاحترافية اللي تخليه يستطيع انه هو يحقق هدفه. ترامب سقط على الارض فور اطلاق النار عليه، وسقط الدم من اذنه بكميات غزيرة جدا. وهنا يجب ان نضع في الاعتبار انه ترامب على مشارف 80، وبالتالي فلازم ان احنا نضع في اعتبارنا حالته الصحية المرتبطة بصحته العامة وبسنه. تم نقل دونالد ترامب الى المستشفى على الفور، وتم اجراء الاسعافات الاولية ليه، وصحته اصبحت اكثر تحسنا. لكن اللافت للنظر ان هو لما سقط على الارض اخذ يصرخ 3 مرات، قال 3 مرات كلمة قاتل قاتل قاتل، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي قالها، ولم يستطع القيام من مكان. رئيس الأمريكي بايدن قال إنه بيدعو وبيصلي من أجل خصمه ترامب، وفي طبعا ردود أفعال عالمية كتيرة على هذا الحادث. شكرا.